أهلا بيكم من جديد. فيلم الافتكاس النهاردة بيبدأ في شقة روجر، وبيكون كلب بونغو هو المسؤول انه يصحيه من النوم. وفعلا وقت ما بيرن المنبه بيصحى الكلب، وبيروح يحضر له الحمام علشان يستحمى، وبيفتح الكمبيوتر بتاعه، وكمان بيجيب له ازازه اللبن من قدام الشقه. واخيرا بيصحى روجر من النوم. وبعدها بنروح لانيتا اللي بتكون قاعده هي والكلبه بتاعتها بيردي قدام التلفزيون، وبيكون بيتعرض اخبار عن اختفاء حيوانات كتير من حديقه حيوانات لندن، وده بيكون شيء مش امن على الحيوانات الاليفه اللي في البيت، وده كله بيسبب قلق لانيتا وكلبتها ولسكان لندن كلهم. وبيكون روجر واخد وبيفسحه، وبيبان ان ليه اصدقاء كتير من كتر سلامه على الكلاب اللي بتعدي قدامه. وبيكون مكتوب في الجريده خبر عن اخد جلد نمر. وبعدها بيروح روجر يعرض مشروع لعبه بيكون مصنعها على طفل، بيبقى معروف عنه انه بيحب العاب الفيديو، وبيشوف الولد اللعبه لكنه مش بيقتنع بشكل الشرير اللي بيمسك الكلاب، والمغامره اللي فيها بتكون قليله، وده بيخلي روجر يحس باحباط. وفي شركه ديفيل بتوصل صاحبه الشركه واللي بتكون اسمها كرويلا، وبتبقى واضح انها مغروره ومتكبره لدرجه انها مش بترد على موظف الاستقبال بتاعها وقت ما بتدخل الشركة. وبيبان على تصميمات شركتها انها كلها واخدة اشكال الحيوانات والوانها، وبتكون شغالة هناك انيتا واللي بتسلم عليها كرويلا، وبتبص على تصميمها اللي بتكون مصممة وفكرته بتكون من بيردي الكلبة بتاعتها. فبتسألها كرويلا عن وبرها هل هو طويل او قصير، فبتقول لها انه قصير وخشن، فبتزعل كرويلا، فبتقول لها انيتا انه هي صغيرة كان ناعم، فبتطلب من انيتا انهم يتكلموا شوية في مكتبها. فبتشرح لها انيتا سبب تفصيلها للتصميم ده، وهو ان النقط الابيض والاسود قاعدة وأرق من الخطوط والحاجات اللي فيها تفاصيل كتير. وبتوافقها كرويلا في الرأي، وبتقول لها كرويلا انها مميزة في تصميمها وشغلها كمان، ولو صممت الفستان ده هتتشهر والناس كلها هتحاول انهم يسرقوا منها التصميم. فبتقول لها انيتا انها لو هتسيب الشغل فمش هيكون بسبب شغل تاني، وهيكون بسبب انها هتتجوز وهتعيش مع جوزها. فبتقلق كرويلا، فبتطمنها انيتا وبتقول لها ان مفيش دلوقتي اي مشروع جواز ممكن تدخل فيه، وبتطمن فعلا، وبتعدل التصميم وبتعمل له وشاح من ورا طويل، وبتسلم التصميم ده انيتا تاني. وتاني يوم بيروح روجر علشان يعرض اللعبه بتاعته للبيع في احدى شركات العاب الفيديو، لكنه بيترفض. وبيشوف بونغو انيتا وبيردي وهما ماشيين، وبيتشد البيردي جدا، وده اللي بيخليه يطلع يجري بعد ما بيربطه روجر في العجله، وده اللي بيتسبب في ان روجر يفقد السيطره على العجله خالص، وبيكون هيسبب له اكتر من حادثه، وكان هيتخبط اكتر من مره. وفي الاخر وقت ما بيوصل لبيردي بيسيب بونغو العجله مره واحده، وده اللي بيخلي روجر يقع في البحيره. ووقت ما بيحاول ياخد روجر بونغو من عند بيردي بيتلخبط وبياخدها هي بداله، وده اللي بيخلي انيتا تضربه لانها بتحسبه هيسرقها، لكنه بيقول لها انه اختلط بينهم وكان قصده ياخد كلبه، وبيعتذر منها وبيمشي. لكن بتكون بيردي اتعلقت ببونغو وبتجري هي التانية بعجلة انيتا، وبتقع نفس الوقعة في البحيرة، وده اللي بيخليهم يعرفوا انهم اتعلقوا ببعض، وبيتفقوا على موعد مع بعض، وبيلاقوا ان الكلاب حبوا بعض جدا وده هيكسر قلبهم، فبيتقربوا من بعض وبيتجوزوا وكذلك الكلاب. وبيوصل راجلين وبيكون الاول اسمه جاسبر والتاني اسمه هورس، وبيروح الواحد اسمه سنيكر وبيقول جاسبر لهورس شويه معلومات عن سنيكر، وهي ان هو اتهجم عليه كلب وقطع رقبته، وده اللي سبب له ان الاحبال الصوتيه تتقطع وما يتكلمش، وقالوا انه لازم ما يبصش على الندبه اللي في رقبته دي ولا يكلمه ولا كلمه عنها. بس قبل ما نكمل لكم احداث مسلسلنا وهل هيتكلم عن الندبه ولا لا، بنحب نفكركم ان عملنا صفحه فيسبوك اسمها ملخصاتية الحدوته، تقدروا توقفوا الفيديو وتنزلوا في صندوق الوصف، هتلاقوا الرابط تحت، روحوا اعملوا فولو علشان هتنزل عليها اجدد الملخصات بصوتي وكمان بصوت كل ملخصاتية الحدوته، وتعالوا بينا علشان نكمل. لكن اول ما بيفتح سنيكر الباب بيتكلم هورس عن الندبه، وبيقول انها كبيره وبشعه وانه مش هيقدر يتكلم منها، وده اللي بيخلي جاسبر يضربه، وبيروح يستلم منه حاجه الكرويلا، وبيكون موجود هناك حيوانات كتير ميته. وفي الوقت ده بتكون كرويلا عرفت خبر جواز انيتا وروجر والكلاب بتاعتهم، وبيوصل لها جاسبر وهورس، وبتكون الحاجه دي هي جلد نمر ابيض سيبيري، وبيكون معروف بكبره وحجمه الضخم. وطبعا كده عرفنا مين اللي اخذ جلد النمر اللي كان في الاخبار، وكمان عرفنا اسباب تصميمات شركه كرويلا اللي واخده اشكال الحيوانات. وبتوصل ناني المربيه بتاعت انيتا من صغرها، واللي بتقول لها ان هي من صغرها كانت بتحب الرسم، وبتقول انها فرحانه بجوازها وتاسيس عيله ليها، وده بالنسبه لها كانه حلم بيتحقق. فبتقول انيتا انها مش مستعده تاسس عيله دلوقت، فبتقول لها ناني ان باين على بيردي انها هاديه ومسالمه، وده بتكون اعراض الحامل. فبتقول انيتا فعلا، ولكن بتفاجئها ناني لما بتقول لها انت كمان باين عليك الاعراض دي، وباين عليك انت كمان انك حامل. وهنا بتقع انيتا وبيغمى عليها، وفعلا انيتا بتطلع حامل وكمان بيردي، وده بنعرفه لما بيروح الاثنين لدكاتره. ووقت ما بيرجعوا البيت بيلاقوا كرويلا هناك، وبيحاول يتعرف عليها روجر لكن بتقلل منه وقت ما بتعرف انه مصمم العاب فيديو، فبتحاول تسكتها انيتا وبتقول لها انها واخده اجازه بس وما سابتش الشغل، وانها هترجع له، وانهم متحمسين وفرحانين جدا لانها هي وبيردي هيخلفوا. فبيبان على كرويلا الفرح، وطبعا ده بيكون بالكلاب، وبتسالها على ميعاد الولاده، فبتعتقد انيتا
ان عليها هي، فبتقول 8 شهور، فبتقول لها كوريلا انه على الكلاب، وده اللي بيستغربه روجر وانيتا جدا. وطبعا فرح كوريلا ده بسبب ان فروة الكلاب المنقطة الصغيرة بيكون انعم من الكبيرة، ودي فرصة ممتازة جدا ليها. وبتعدي الايام وبتولد بيردي، وبيكون روجر فرحان ان اتولدوا جروين، لكن بيتفاجئ لما ناني بتزود العدد وبيوصل ل 15 جرو، لكن بتقول له ناني ان الجرو ال 15 مات، وبيبقى بنغو حزين جدا، وبيحاول يصبره روجر بس بيتفاجئ انه عايش وبيفرحوا جدا بيهم. وبتيجي بعدها كوريلا البيت وبتبقى عارفه ان بيردي هتولد النهارده، وبتدخل للكلاب وبتعرف انها ولدت فعلا، وبتتعصب كوريلا لما بتلاقي الكلاب كلها بيضه مش منقطه، لكن انيتا بتقول لها ان لما يكبروا بيبان النقط فيها، وبتقول لهم كوريلا انها هتاخد الكلاب كلهم وهتدفع لهم 500 دولار. فبيرد روجر وبيقول لها ان الكلاب مش للبيع ومش هيبيعهم. فبتحاول تهديها انيتا وبتقول لها ان الكلاب لازم تبقى مع امها الاسابيع، وانها لسه ما قررتش لو كانت هتبيعهم او لا، لكن بترجع كوريلا وبتعرد عليها 7500 دولار وبتكتب شيك قدامهم. فبتقول لها انيتا اخيرا انها مش هتبيع، وده اخر رد منها هي وروجر. فبتتعصب كوريلا وبتقطع الشيك وترميه، وبتطرد انيتا من الشركه. وبعد فتره بتيجي ناني من بره وبتكون عامله مفاجاه لانيتا وروجر، وبيتلم حواليها الكلاب كلهم بعد ما كبروا والنقط فيهم بدات تبان. وبتكون المفاجاه عباره عن اطواق عليها اسماء ال15 كلب وبالوان مختلفه، منهم البنك للاناث ولبن الكلاب الذكور، وبيكونوا فرحانين جدا بيهم. وبيبداوا يلبسوهم الاطواق واحد ورا واحد. وفي نفس اليوم بالليل بتروح انيتا مع روجر يتمشوا شويه، وبياخدوا معاهم بيردي وبنغو يمشوهم، وبيسيبوا ال15 كلب مع ناني في البيت، وبيستغلوا جاسبر وهورس ده وبيروح يخبطوا على ناني. ووقت ما بتفتح بتخاف من شكلهم اللي بيبقى زي الحراميه فعلا، وبتحاول تقفل الباب لكن جاسبر بيحط ايده وبيفتحه، وبتضرب هورس في وشه، وبيدخلوا وبيمسكوها وبيحطوها في اوضه المخزن اللي تحت السلم وبيقفلوا عليها. وبيسمعوا صوت كلب واحد من الكلاب، وده اللي بيخليهم يعرفوا مكانه فين، وفعلا بيلاقوهم وبيمسكوهم وبياخدوهم في الشنطة اللي جايبينها وبيطلعوا من البيت. وبعد شوية بتخرج ناني من اوضة المخزن، وده بيكون وقت وصول بيردي وبونغو بعد ما حسوا بخطر على اولادهم وسابوا روجر وانيتا وجروا منهم، وبيبقى باين الحزن عليهم جدا. فبتروح بيردي تنام مكانهم وبونغو بينام جنبها، وبيبلغوا الشرطة، لكن الشرطة بتكون مشغولة بحالة الفوضى اللي في البلد في الوقت ده ومش بيوصلوا لحاجة. وبيمشوا بعد ما بيوعدوهم انهم هيعملوا اللي يقدروا عليه. وبيتصل جاسبر بكوريلا وبيقول لها انه سرق الكلاب كلها، فبتتاكد منهم لو كانوا كلهم، فبيقول لها ايوه. فبتفرح جدا وبتقول له انها اخيرا هتثق في ذكائه المحدود، وبتقفل في وشه. وبتقول له سنيكر انهم حصلوا على 15 كلب وانه يضيفهم للكلاب الباقيه اللي سرقتهم، وبيكون مجموع الكلاب دي عند سنيكرز 99 كلب. وبتفرح كوريلا انها اخيرا هتعمل الفستان بتاعها من جلد الكلاب المنقطه، وبيبقى باين على بيردي وبونغو الزعل وقت ما بيكون مش في ايد حد منهم يعملوا حاجه، وبيحس بالياس من كلام روجر وان محدش هيقدر يلاقي 15 كلب صغيرين في مدينه كبيره زي دي. فبيطلع بنغو على سطح البيت وبيهوي بصوت عالي، وبيسمعه كل الكلاب اللي حواليه واصحابه كمان والحيوانات كلها اللي جنبه. وبينزل وبيطلع هو وبيردي وبيجروا رغم منادات روجر ليهم وخروجه وراهم، لكنهم مش بيقفوا ولا روجر بيقدر يلحقه. وبيوصلوا جاسبر وهورس البيت كبير مهجور تبع عيله كوريلا، وبيحبسوا الكلاب هناك وبيناموا، لكن بيدخل كلب من اصدقاء بنغو وبيسمع هورس خبط الكلب، فبيحاول يسال جاسبر لو سمع حاجه، فبيتريق عليه جاسبر وبيقول له ينام والصبح كله هيتحل. وبتوصل كل الحيوانات وبيتزحلق الكلب وبيقع قدام الباب، وبيشاور له الفرع على فتحه يدخل منها، وفعلا بيدخل جوه البيت. وبتعرف في الوقت ده انيتا ان كوريلا هي اللي خطفتهم بسبب التصميم بتاعها، وانها اكيد هتموتهم، وده اللي بيخوفه. وبيوصل الكلب لمكان الكلاب وبيكونوا كتير جدا، وبيهربهم كلهم من فتحه التهويه، وفعلا بيطلعوا وبيكتشفوا جاسبر وهوريس اختفاء الكلاب، وبيروحوا يدوروا عليهم، لكن مش بيلاقوا غير كلب واحد بس وهو لاكي اللي بيكونوا نسيوه فوق ومهربش. لكن وقت ما بيحاول جاسبر يمسكه بيقع من فوق على ترابيزه بلياردو، وهوريس وقت ما بيحاول بيقع معاه في بحيره تلج. وبتوصل كوريلا ولما بتعرف باختفاء الكلاب بتتعصب جدا، وبيروح بيردي وبنغو للمكان وبتساعدهم عصفوره هناك وبتعرفهم مكان الدخول، وفعلا بيدخلوا. ووقت ما بيحاول جاسبر وهوريس يروح يدور على الكلاب بيلاقوا العربيه مش بتشتغل، وده طبعا بسبب السناجب والفيران اللي بوظوها. وسنيكر بيلاقي لاكي، لكن للاسف واحد من الكلاب بيشوفه وهو بيحاول يمسك لاكي فبيعضه جامد، ولان احباله الصوتيه مقطوعه فمش بيقدر يصرخ. وبتوصل الشرطه بيت كوريلا لكن مش بيلاقوها هناك، وبيعرفوا انها راحت بيت عيلتها وهيلحقوها. وبتروح كوريلا علشان تدور على الكلاب، فبيهجم عليها غراب وبيستغلوا الكلاب ده وبيستخبوا في حظيره للخرفان والخنازير. وبتحاول كوريلا تدور عليهم لكنهم بيكونوا مستخبيين بين العش اللي هناك، وده اللي بيخليهم مش متشافين. لكنها بتسمع صوت كلب وبتشوف ديله، فبتروح له علشان تمسكه، فبتتفاجئ انه خنزير. وبتستغل الكلاب وقوع العش عليها وبيجروا بره، وبينصبوا لها فخ وقت ما بتحاول تاخد القبعه بتاعتها، وبيوقعوها في ماده لزجه، ولما بتقوم منها بيرميها الحصان بعيد.
غريب، وبتوصل الشرطة وبتقبض عليها، وبيكون كمان في الوقت ده مقبوض على جاسبر وهوريس وسنيكر، وبيرجعوا الكلاب لكن بيكونوا 101 كلب، وبيكونوا المعروفين بس هم 15 كلب بتوع أنيتا وروجر لأن محطوطين حوالين رقبتهم أطواق. وبيقول الشرطي ان باقي الكلاب هيروحوا دار رعاية للحيوان، فبيقولوا انهم هياخدوهم ويربوهم مع باقي الكلاب، وفعلا بياخدوهم وبيقرروا ياخدوا بيت اكبر علشان يعرفوا يعيشوا فيه مع 101 كلب المنقط. والنهارده فيلمنا ما فيهوش عبره، لكن ماذا لو كانت انيتا قالت لكوريلا ان الكلاب اتولدوا لونهم ابيض ساده ومش منقطين، ولو انيتا ما كانتش رسمت التصميم بتاعها على شكل بيردي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. لو عجبك ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وكمان فولو صفحه ملخصاتيه الحدوته. وقبل ما نقفل ما تنسوش الاشتراك في قناة فيلم اللي ربع علشان توصل لكم اجدد الملخصات بصوتي. الفيلم ده كان بصوت احمد فاروق. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.